أما السكة الحديد الوزير اتكلم عن الإشارات وقال إن الإشارات دي والنظام ده عفى على الزمن وما بقاش موجود، وإن قطع الغيار عشان نطور الإشارات ما بقتش موجودة، وآخر تطوير لجزء منه الكلام ده حصل في الثمانينات. قال الوزير إن إشارات السكة الحديد حاليا بتشهد ثورة وفقا للتعبير اللي استخدمه ده، من خلال مشروعات تحديث نظام الإشارات بالهيئة واستبدال النظام القديم بالنظام الجديد. أكد كمان الوزير على إن الوزارة شغالة إنها تطور نقل البضائع بالسكة الحديد علشان نزود النصيب المتعلق من الموضوع ده في قطاع البضائع، وتم تشغيل أبليكيشن لحجز تذاكر القطارات من خلال الموبايل، وإحنا عارفين برضو موضوع السوق السوداء اللي بتحصل في التذاكر خاصة في المواسم والأعياد، والوزير قال إحنا بشكل عام بنطور خدمات السكة الحديد.